طبعا الإنسان يبقى ناجح في الانفصال أحسن ما يبقى فاشل في الزواج. بعد مرور أيام قليلة على حفل زواجها، كشفت بشرة تفاصيل كتير تخص حياتها وكواليس علاقتها بزوجها خالد حميدة. ففاجأة الجمهور إن علاقتهم مش جديدة، ولكن بدأت من زمان أيام الطفولة. خالد، إحنا كنا زملاء في مدرسة واحدة وإحنا صغيرين. وكشفت بشرة تفاصيل تخص العريس وعلاقته بالفنان محمود حميدة، وكمان إزاي علاقتها بيه اتطورت. هو فعلا أبوه اللي مربيه الفنان الكبير محمود حميدة، لأن هو والده توفى لما هو اتولد. هو لما ظهر في مصر من سنة ابتدينا تاني يعني نرجع نتكلم بعدها، فابتدينا نشتغل مع بعض، والشغل بقى جاب احتكاك وجاب تعارف أكتر. وصرحت عن سر حبها ليه وعن النقط المشتركة بينهم واللي خلتهم يرتبطوا أكتر ببعض. مش شرط أنك تحبني قوي وبس، لا، هو أنا كمان لازم أحبك ولازم أديك زي ما بتديني، وإلا يبقى في خلل في العلاقة. وعلقت بشرة بشكل عفوي على تفاعل الجمهور مع خبر زواجها، وأكدت إنها بتحب التعارف يكون رسمي في أي علاقة بتدخلها. الناس اللي قاعدة تعد عليا الزيجات دي بالنسبة لي أنا بضحك بصراحة. فلما بعرف حد وحس إن في بوادر ارتباط، بفضل إن احنا نمشي رسمي بشكل رسمي بصراحة، عشان أريح دماغي من الصداع، وعلشان احتراماً لأمومتي ولشهرتي وللجمهور. وأكدت بشرة إنها بتفضل الطلاق عن البقاء في علاقة فاشلة، وإنها ما قدرتش تتأقلم مع زيجتها اللي فاتت. أنا الأفضل إني أكون ناجحة في الطلاق على إني أكون فاشلة في الزواج. مثلا جربت الهادي فتبقي عايزة، لا أنا ما نفعتش مع الهادي. طب جربت حد حيوي شوية أكتر وبتاع، لا برضو مش هو ده اللي أنا عايزاه. وبرضو مش معنى كده إن هو أنا كمان، لا، ما هو برضو أنا ست بحب يبقى العلاقة فير. بشرة احتفلت بزفافها للمرة الثالثة في حفل عائلي بالساحل الشمالي، وخطفت الأنظار بجمالها فستان الفرح الرقيق اللي اخترته، وحرص على حضور الحفل عدد من نجوم الفن عشان يشاركوها فرحتها.